لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، ومن أسطنبول السيد هشام جناي رئيس رابطة أفرو آسيا الدولية للصحافة. مرحبا بكما. أبدأ من بروكسل معك سيد رمضان، بداية لماذا هذه العودة للانتقادات الأوروبية تجاه تركيا وسياساتها الداخلية، لا سيما بعد فترة من الجهود تحديدا الأوروبية ولا سيما الألمانية للمضي لجو ما ومناخ ما من التهدئة بين بروكسل وأنقرة؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. بالفعل أوروبا اختارت إعطاء فرصة إلى السيد أردوغان، ولكن في قمة مارس الماضي تحدث الأوروبيون أننا ننتظر أفعال وليس أقوال، وهذا الحديث كان على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي قال بعدما تم إعداد حقبة من العقوبات قام بإعدادها جوزيف بوريل، نحن نفضل الذهاب إلى أبعد مدى، وفي ظل تراجعات كبيرة للرئيس أردوغان نحن ننتظر أفعال وليس أقوال. يبدو أن كل ما تقدم به الرئيس أردوغان للأوروبيين في ملف حقوق الإنسان بالذات هي كانت أقوال، انسحابه من اتفاقية العنف ضد المرأة، كان اتفاقية اسطنبول كان مؤشر خطير ومرفوض من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. اليوم تقرير رسمي يتم قراءته في مبنى البرلمان الأوروبي، وهو تقرير سياسي بالمناسبة، أي تحدث فقط عن الوضع السياسي، حيث تحدث عن قضية حزب الشعوب والقمع الذي يتعرض له، وهو ثاني أكبر حزب في تركيا. والتقرير تحدث عن أن نظام أردوغان يستخدم كل مؤسسات الدولة، أي القضاء، النيابة العامة، الشرطة، يستخدمها لصالحه حزبيا لتصفية الحزب المنافس له لكي يتسنى له البقاء في السلطة دون أي إزعاج أو منافسة. إذا ما ذهبنا إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولم تكن حاضرة في التقرير، فإن هناك مئات الانتقادات في ملف حقوق الإنسان لتركيا التي لن تقبلها أوروبا. بالمناسبة أن هناك حكمين للمحكمة الأوروبية بضرورة إطلاق سراح ديمرداش المحكوم منذ عام 2016، ولم تنفذها تركيا التي وقعت على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بأن المحكمة الأوروبية ذات سيادة وسلطات أعلى من المحكمة الدستورية التركية. كل هذه الأمور هي واضحة بأن تركيا لم تلتزم بمنظومة معينة لحقوق الإنسان تكون مقبولة من الأوروبيين. في المقابل أوروبا توقفت عن فرض عقوبات، حزمة عقوبات تم إعدادها عبر ثلاث قمم سابقة لإعطاء فرصة للحكومة التركية والرئيس أردوغان لإثبات حسن النوايا، لوقف الاعتقال خارج القانون، لإعطاء مزيدا من الحريات من الصحافة، لإطلاق سراح كثيرا من النشطاء والصحفيين، وبالخصوص النشاط الحزبي. نحن نتحدث هنا في أمر حقوقي بحت، ولكنه يخدم هدف سياسي، حيث أن الرئيس بايدن تحدث أثناء حملته أنه سوف يعمل على تغيير من الداخل عبر دعم الديمقراطيات في داخل تركيا. بالمناسبة المعارضات التركية الموجودة خارج أوروبا، خارج تركيا وفي أوروبا بالذات، هي معارضات قوية جدا وتحمل عدة أيديولوجيات فكرية، ولديها قدرة على الإقناع ولديها لوبي داخل تركيا وخارج تركيا، مما يصعب مهمة الرئيس أردوغان من الإفلات من أي رقابة أوروبية. سيد هشام جناي، ما رأيك؟ هل بالإمكان القول بأنه مناخ التهدئة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا طيلة الفترة القصيرة الماضية هل يتبدد الآن؟ مساء الخير. يعني حقيقة ملف حقوق الإنسان وحريات التعبير وحريات الصحافة ملف يعني قديم في تركيا، الكثير من الانتهاكات هناك ارتكبت ليس في حق السياسيين والأحزاب بل أيضا بحق الصحفيين، هناك العشرات من الصحفيين الذين يقبعون في السجن لأنهم عبروا عن آرائهم وكتبوا عن أمور يرونها صحيحة. لذلك أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي طالما لوح في هذه كارت العقوبات لكن لم ينفذ أي شيء، بدليل على أننا نواجه هذه الاعتقالات وهذه الانتهاكات في حقوق الإنسان، لأن ربما حكومة العدالة والتنمية باتت يعني على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي يلوح بهذه الكروت ولا ينفذها، ومصالح الدول في الاتحاد هي التي تطغى. يعني أردوغان يعطي مثلا بعض الامتيازات لبعض الدول الأوروبية فيتم غض الطرف عن تلك الانتهاكات، وهذه الأمور أعتقد بأنها يعني للأسف تعتبر يعني
يعني ازدواجية في المعايير في بالنسبة لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. يعني هذه العقوبات التي يتم التلويح بها منذ عشرات السنوات يعني لم يطبق منها أي شيء حتى الآن. يعني نرى بأن العشرات أو المئات من السياسيين في السجن، العشرات أو المئات من الصحفيين أيضا في السجن. فأين إذا نحن من هذه الوعود؟ يعني إذا كان هناك وعود في إطلاق هذه الصراحة هؤلاء الأشخاص ولم يتم تنفيذها بالرغم من قرارات محكمة حقوق الإنسان، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن؟ يعني هذا السؤال يجب أن يجيب عليه الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بهذه الأمور. سيد هشام، هو الجانب الأوروبي كان لوح بفرض فعلا سلسلة وحزمة من العقوبات ضد أنقرة قبل أن يعود ويستبعدها والمضي إلى جو التهدئة مع أنقرة، لكن الآن في ضوء هذه المعطيات وفي ضوء عودة الانتقادات للملف الحقوقي وملف الحريات السياسية داخل تركيا، هل باعتقادك تعود الأمور وتتصاعد بين الجانبين وتصل لحد التلويح الذي لا تراه مجديا حتى الآن؟ لكن هل بتصورك وفق المؤشرات يعود الاتحاد الأوروبي للتلويح بالعقوبات ضد أنقرة؟ يعني حتى الآن شوف، منذ 20 سنة ونحن نواجه هذه الضغوط يعني كصحفيين في تركيا. يعني لا يوجد حرية تعبير، وهذه الحريات تقمع يوما بعد يوم، سنة بعد سنة. يعني لا يوجد أي بادرة من الحكومة في توسيع نطاق هذه الحريات. يعني بالعكس هناك تراجع، تقريبا 80% من وسائل الإعلام الآن تحت سيطرة الحكومة. هناك مثلا بعض وسائل الإعلام المعارضة لسه يعني من كم يوم تعرضوا لعقوبات مالية كبيرة، وهذه الأمور أعتقد بأنها تأتي في سياق التضييق الخناق على هذه الوسائل الإعلامية المحلية. يعني مثل ما قلت لك، الاتحاد الأوروبي نعم يبدي رأيه في بعض الأمور ويؤكد أنه مع حرية التعبير، ولكن عندما يأتي الموضوع إلى التنفيذ فأعتقد بأن الرأي العام التركي غير مستفيد من هذه التصريحات كلها. دكتور رمضان، هل يعود ويتصاعد التوتر إلى مربعات أبعد بين الجانبين الأوروبي والتركي؟ هل نعود ونسمع عن حزمة العقوبات التي كانت أوروبا قد لوحت بها في وجه أنقرة؟ نحن نقرأ الأمور جيدا وعن قرب، كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي بمفوضية، بالرئاسة، برئاسة البرلمان. أعتقد جازما أن أسابيع العسل بين الاتحاد الأوروبي والرئيس أردوغان قد انتهت، وعندما يبدأ قراءة التقرير السياسي في المجلس التشريعي أي البرلمان الأوروبي، هو إشارة إلى اللجان المتعددة في البرلمان ببدء الهجوم بكل المناحي الحقوقية على النظام التركي. أعتقد أن أسابيع العسل قد انتهت، وما أراده الأوروبيين والأمريكيين من أجواء هادئة مع تركيا لإنجاح المؤتمر اللقاء الأول للرئيس بايدن في حلف الناتو ومع القيادات الأوروبية قبل شهر قد انتهى. وأعتقد أن على طاولة صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الآن بدعم أمريكي سلسلة من العقوبات جاهزة، ويمكن من شأنها دعم حظوظ المعارضات التركية بشكل ديمقراطي لتغيير النظام كما وعد الرئيس بايدن. أما أن يعني أختلف مع الضيف في هذا الأمر، أوروبا في هذه المرة مسلحة بموقف أمريكي مختلف عن موقف الرئيس الأمريكي السابق الذي كان يجامل أردوغان على حساب مصالح الأوروبيين وعلى حساب حقوق الإنسان سواء في تركيا أو خارج تركيا. أيضا لجنة الفرعية لحقوق الإنسان وهي لجنة مهمة ومؤثرة أصدرت مئات التقارير ضد تركيا في خلال السنوات الماضية، وصنفت تركيا وإيران من أسوأ الدول في سلم معايير حقوق الإنسان. أعتقد أن هذه المرة الاتحاد الأوروبي سوف يكون في المقدمة، وسوف تتبعه أيضا تقارير أمريكية، وعلى الناحيتين لا يوجد أي إجراءات تركية مشجعة لوقف هذا الهجوم الأوروبي. نعتبره هجوما حيث أنه غير منتظر في ظل أجواء التهدئة التي عاشتها العلاقات التركية الأوروبية، شاهدنا تصعيدا أوروبيا. هذا التصعيد لم يكن طرفا ولم يكن قبيل الصدفة، يبدو أن الأوروبيين لديهم دعما أمريكيا أو ضوءا أخضر أمريكيا لكي يكونوا بهذه الجرأة ويمسوا عصبة
بقاء أردوغان في السلطة، أي رفع كل العقوبات، مطالبة برفع كل العقوبات الأردوغانية عن ثاني أكبر حزب في البلاد، والحزب الذي يهدد وجود حزب الحرية والعدالة في الحكم في تركيا. هذه المرة العقوبات قادمة، الموقف الأوروبي سوف يكون صارما، شهر العسل أو أسابيع العسل انتهت بين النظام التركي والاتحاد الأوروبي. لكن دكتور رمضان، لطالما كان الملف الحقوقي حاضرا في السجال وفي العلاقة بين الجانب الأوروبي والجانب التركي، لكن لماذا العودة للتوتر الآن من بوابة هذا الملف، لا سيما بأن هناك أيضا ملفات كبيرة عالقة وساخنة وشائكة بين الجانبين، تبدأ بليبيا لشرق المتوسط لما يجري كذلك في الشطر الشمالي من قبرص، لماذا التركيز على الأقل في هذه المرحلة على الملف الحقوقي؟ في كل الملفات الخلافية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا استطاعت القيادة التركية أو الرئاسة التركية المناورة بشكل جيد. في الملف الليبي أذعن أردوغان بأنه سوف يلتزم بمقررات جنيف والأمم المتحدة والمساعدة على سحب الميليشيات، ولكنه لم ينذب، ولكنه أبدأ حسن. في ملف شرق المتوسط أبدأ بسحب سفن التنقيب التركية. في ملف اللاجئين أبدأ شكوى وطلب مساعدة للاتحاد الأوروبي، وكان دائما يتقدم وثم يتقهقر في السياسة. أما في ملف حقوق الإنسان لم يتراجع أردوغان قيد أنملة، وهذا الملف ملف حساس جدا للمعايير الأوروبية، حيث أن لازالت تركيا لديها ملف طلب انضمام للمجموعة الأوروبية، وهذا الملف وقع عليه أردوغان على كثير، أو الحكومات المتعاقبة لأردوغان وقعت على كثير من البنود الملزمة لتركيا لاحترام هذه المعايير في عدة لجان مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هذه المعايير، هذه الاتفاقيات التي وقعها أردوغان لا يلتزم ولم يلتزم ولم يتراجع عن الهفوات الكبيرة. يعني أثناء زيارة أورسولا فوندرلاين وشارل ميشيل لإسطنبول يقوم هو بالانسحاب من اتفاقية حماية المرأة. أيضا هناك المئات من الصحفيين ونشطاء الأتراك والفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير موجودون في العواصم الأوروبية هاربين من قهر، ويقومون بنشاطات سياسية وإعلامية بشكل يومي ضد أردوغان، ويشكلون ضغطا على السياسيين الأوروبيين في هذا المجال. ملف حقوق الإنسان يصعب على القيادة الأوروبية تجاهله كثيرا في ظل جار غير مريح وغير ملتزم بأي نوع من الاتفاقيات. في ضوء الإدارة الأمريكية القائمة سيد هشام جناي، وفي ضوء التركيز كذلك على رفض الانتهاكات الحقوقية في أكثر من منطقة وموقع، في ضوء هذا المعطى، هل بالإمكان فعلا توقع تعاطي أوروبي مختلف مع هذا الملف ومضي جدي ربما لاستخدام ورقة العقوبات ضد أنقرة؟ يعني طالما الموقف الأوروبي مرهون بالرئيس الأمريكي، يعني ترامب كان يجامل أردوغان، فالاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن بعض الانتهاكات، وبايدن اتخذ موقف ضد أردوغان، يعني هذا المواقف معناتها أنه الاتحاد الأوروبي ليس له إرادته مربوطة ببعض المساومات مع الاتحاد مع الولايات المتحدة. يعني هذا الموضوع أعتقد بأنه كفيل بإظهار أن هناك تقاعس، وربما هناك غض البصر عن الكثير من الانتهاكات في تركيا. شهر العسل، يعني أي شهر عسل نتحدث؟ أردوغان يحكم تركيا منذ 20 سنة، عقدين من الزمن أكثر من شهر عسل. يعني لذلك أعتقد بأن المساومات وخلط الملفات ببعضها البعض هو الذي يجعل الاتحاد الأوروبي يغض البصر عن تلك الانتهاكات. يعني عندما يلوح الاتحاد الأوروبي بكارت العقوبات، أردوغان يلوح بكارت اللاجئين، فعندها نرى بأن هناك صمود تام من الاتحاد الأوروبي تجاه هذه الانتهاكات. لذلك أعتقد بأن نعم شيء جيد أن يذكروا هذه الانتهاكات ويلوحوا ببعض الإجراءات، ولكن عندما لا تطبق هذه الأمور على أرض الواقع ونرى أن هناك تمادي من النظام على حرية التعبير وبعض الأحزاب، ليس حزب واحد يعني هو المتضرر، أكثر من حزب، يعني لا يتم التركيز فقط على حزب الشعوب الديمقراطية، بل أيضا هناك أحزاب وسياسيين والكثير من الناشطين الحقوقيين الذين أيضا هم يقبعون في السجون. لذلك أعتقد بأن الفترة المقبلة يعني يجب أن يتم تنفيذ هذه الوعود وهذه الإجراءات إذا كان هناك يعني ما زال طبعا ثقة في معايير الاتحاد الأوروبي الذي قائمة على حقوق الإنسان وحرية وضمان حريات التعبير.
شكرا، وقت هذا النقاش انتهى. أشكرك من اسطنبول السيد هشام جناي، رئيس رابطة أفرو آسيا الدولية للصحافة، ومن بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. شكرا جزيلا لكما.